السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل نجيب الأفلام من الدرس اللي مالتنا. طبعا انتبهت انه هذه المذكورة هنا ما لها علاقة بالإكسامبل الموجود بخصوص الجوم، هذا مجرد تذكير لكم انه في حال عندي فاربل احتاج لازم اعطيها ديكلاريشن لها بجزء الدوت ذاته وجزء الدوت كود. دائما اول تو لاينز ابتدي انطي قيمه ديفولت للسيجمنت مالتنا للداتا سيجمنت باستخدام الارك داتا، اختمها باي جزء من الجنرال بيربس مثل ما خاطرنا بالاي اكس، بعدين الاي اكس ثم اعطيها للدي اف. اوكي زين، نجي المثال الموجود عندنا هنا. اول شيء اللي يخص الجامب، اول شيء انطي قيمه للسيجمنت هي 2300 بالدسمال، بعدين نقيم للأوفسيت. الاس اي يبدي بالأوفسيت التقنية والدي اي بالأربعمية، ونقيم للسي اكس. زين، اجي هنا عرفنا ليبل 8. بالليبل شنو حله؟ حله محتوى ما موجود بالأوفسيت الاس اي خزنه بالاي هاي، بعدين رجع خزن ما موجود بالاي هاي بالدي اي، يعني هي نفس القيم اللي موجودة باللوكيشن اس اي راح تصير بالدي اي. زيد لي الاس اي، زيد الدي اي، انتقل للبايت الثاني، ارجع لي نقص ديكريسنج الدي اكس، نقص الدي اكس بواحد، جمب اس نوت زيرو، يعني اذا كانت الدي اكس ما وصلت صفر ارجع مرتين اقصد للنيكس، وارجع نفس في هذه الخطوات. ما موجود ورا ما زيد الاس اي كانت 300 حصلت 301 واللوكيشن خذنا بالاي هاي، بعدين ارجع خذنا بال 401 اللوكيشن الثاني مالت الدي اي، ارجع مرة ثانية زيتهم ونقص لي ال تي اكس راح تصير 7، جاب نود زيرو ما وصلت صفر ارجع اكمل للنكست، اذا صفر خلاص اطلع من البرنامج. هذا ما يخص الجزء الاول من التجربة وبيه البروسيجر، اتمنى انه تحاولون تطبقوه بيتكم. نجي على الجزء الاخير من عندها اللي هو الساين نمبر. طبعا هنا انا دي يقول احنا ما عندنا طريقة حتى نميز الرقم 0FF بالهكسر هل هو بوزيتيف او نيجاتيف، يعني هل هو هذا 0FF بالهكسر يمثل لي 255 او يمثل لي ناقص واحد. اوكي، ايت بت احنا مثل ما نعرف الايت بت هي شنو، هي شيء عندنا 256 كومبينيشن. اوكي، ممكن انه نحصله من الايت بت. ثاني هذا الشيء يقول هاي 256 خلي نقسمها إلى قسمين، أول 128 اللي تبدي من الصفر إلى 127 هذه تمثل لنا positive number. أوكي، وثاني 128 combination اللي هي من 128 إلى 255 هتمثل لنا negative number، يعني إذا نجي الرقم كان minus 5، minus 5 إذا أنا أريد أمثله هو بالديسيمال على ضوء ما قلنا هو ماينس 5 راح يبعد لنا بأي بت، تمام؟ فهو من راح يجي من مثلا مثل نقول 256 ماينس 5 251 راح يكون 251. using هاي complex حتى نمثل النيجاتيف نمبر لها معنى آخر، إنه أنا إذا عندي ماينس 5 بلس 5 لازم الناتج صفر، فان شلون راح امثل الناتج صفر على ضوء ما شرح لنا اياه انه قسمناه الى جروبين، جروب للبوزيتيف والنيجاتيف، راح شو نقول؟ ماينس 5 ايش قد ساوت؟ 251، 251 بلس 5 ايش راح يصير؟ 256، 256 معناته عبر، لان هو حاسب يبدي من الصفر الى 255. نجي نمثلها بالباينري مثل ما نمثلها، هاي تمثل الماينس 5، هاي تمثل الـ 5، ايش راح تصير الناتج؟ 0 0 0 بلس 1 للكاري. اوكي، هذا تمثيل هنا 0 الناتج لانه 256 حيصير 0 والكاري مالتنا 1. اوكي، يقول انه سوى الكومبينيشن الثاني اللي هو 128 الى 255 سوى للنيجاتيف، لانه عندنا هذا الكومبينيشن عندنا الهاي بت مالته دائما هو واحد. اوكي، لهذا صفر
يعني فرض انه واحد، احنا ممكن نمثل الرقم بالباينري من عندنا هاي بتواحد، يعني هاي اشاره للسؤال، معناته يعني هو بالنيجاتيف. زين، هاي بالنسبه ل 8 بت. بما يخص ال 16 بت اللي هو الكومبينيشن مالتنا يكون 65536، حيكون هم يقسم الى قسمين. الفيرست كومبينيشن مالتنا يكون من 32768 من الصفر الى 32767، هذا بوزيتيف. والثاني من 32768 الى 65735، هذا يمثل لي النيجاتيف. اوكي، هذا ما يخص الساين نمبر. اما الاوفر فلو يقول اني تشينجينج بالنمبر فروم الاوفر فلو، شو بدي اشر لي واحد او شو بدي يصير لي عندما صار تغيير بالرقم من البوزيتيف الى النيجاتيف او من النيجاتيف للبوزيتيف ورقه عمليه حسابيه، هنا راح يصير اوفر فلو. نجي ناخذ لنا مثال ال A 127 بالدسمال وال B L، عفوا A L 127 بالدسمال A L وال B L حطنا واحد. هسه شنو اجي سوى جماعة ال A L مع ال B L، اوكي خذنا الناتج بال A L، يعني مثل ما نقول add A L B L. زين ايش راح يصير؟ حيصير 127 زائد واحد 128. هنا شنو ال A L ايش قد صارت؟ صارت 128 صارت 127 كانت بوزيتيف صارت نيجاتيف. فهنا شنو حيكون؟ حيأشر لي اوفر فلو فلات، حيصير ستيت الى واحد. نفس الشيء اذا كانت ال A L 129 بالدسمال وال B L 2، وهنا شنو سوى عملية سب A L B L. اوكي فهنا شنو حيصير؟ حيصير عندنا 129 ناقص 2 127، 129 هي نيجاتيف، 127 بوزيتيف، أيضا راح يصير ستيت الأوفر فلو فلاج. هنا المثال الأخ ماخذ من أبو 16 بت، 32767 اندسمل، هذا يمثل لي الجزء الموجب، والبي إكس واحد، هذا الأي إكس بي إكس واحد، جمع الأي إكس مع البي إكس، إيش قد راح يصير؟ 32768 اللي انتقل من البوزيتيف إلى النيجاتيف، فأيضا راح يأشر لي أوفر فلو فلاج. كذلك واحد. هذا مثال الاخ ان ال ماخذ لي ال اي اكس 32970 هي نيجاتيف والبي اكس 4 وطرحها، فش راح تصير؟ راح تصير من النيجاتيف الى بوزيتيف، ايضا سيت الى هنا الجمب انستراكشن للسايد نمبرز هي هاي جمب وين ايكوال جمب اف 0 جمب الأوبوزيت ماله جمب اف نوت إيكوال نوت زيرو جمب اف نوت إيكوال نوت زيرو، هم هذا الإيكوال زيرو فلاج واحد ونوت إيكوال نعرف زيرو فلاج صفر. جمب اف جريتر ذان أو جمب اف نوت ليس أور إيكوال، هاي هنا شنو عندنا؟ الفونديشن يتحقق ثاني فلاج إكس أور أوفر فلو فلاج أور زيرو فلاج يساوي صفر. الأوبوزيت إلى جمب إف ليس أور إيكوال جمب إف نوت جريتر، تمام؟ اللي هو هذا هنا أنا مثل ما موجود الكونديشن مالته راح يصير ساين فلاج أور الإكس أور عفوا أوفر فلو فلاج أور الزيرو فلاج يساوي واحد عكس الكونديشن الفوق. الكونديشن الفوق في جريتر نوت ليس أور إيكوال الساين فلاج إكس أور مع الأوفر فلو فلاج أورينج مع الزيرو فلاج صفر. نعم لا ساين فلاج اكس اور اوفر فلو فلاج اورينج مع الزيرو يساوي واحد. جامب اف جريتر اور ايكوال جامب اف نوت ليس اوكي كونديشن ساين فلاج اكس اور اوفر فلو فلاج صفر. جامب اف ليس جامب اف نوت جريتر اور ايكوال الاوبوزيت ماله يكون هنا اكو خطا بالطباعه بس اصلح لكم اياه. وهنا انا ما اخذنا مثال ال write 886 program to find the min value القيمه اقل قيمه موجوده مخزونه بالديتا، نطلع من الديتا 1
أقل قيمة دي كمان هي أري من ماينس 5 إلى 9. نريد نطلع أقل قيمة ضمن هذه الأري ونخزنها بالديتا 2. تمام، هسه نجي إحنا عندنا أول شيء شنو؟ declaration للفاربل وين بالدوت داتا. أوكي، دوت داتا عرفنا data 1 من نوع db وأخذنا هاي القيم للأري، وعرف لي أيضا data 2 من نوع db يطلع صفر. نجي بالدوت كود، قلنا أول خطوتين نجيب نقطة قيمة default للسيجمنت add data للأكس أكس دي. أوكي، الخطوة الثانية بما دات أعمل ويا داتا أيضا راح أجي شنو؟ أحصل الأدريسز مال الـ two variables اللي عندي عن طريق الأوبريتر أو اللود إفكتيف أدريس. هنا أنا أخذ الأوبريتر موف الأوبسيت مال داتا 1 بالإس أي والأوبسيت مال داتا 2 وين؟ بالدي أي. تمام، هنا أنا إحنا عندنا شقد طولها يا الأري؟ طولها تسعة، مو تسعة هي طولها عشرة. أوكي، فهنا أنا خلالي قيم line بال CX صفر لل DX. أوكي، أجي هنا أنا شنو قبل ما يبدي باللوب أخذ القيمة أو الأولى. ليش أخذ CX تسعة؟ لأن حياخذ القيمة الأولى يحجزها بريجستر ويقارن باقي القيم على ضوءها، فلهذا حصير مالتها التكرار تسعة. زين، أخذ القيمة الأولى خزنها بالأي أم. تمام، هسه إجي عرف لي ليبل. هنا أنا حسيد لي التكرار، زيد البي إكس بواحد، هسه البي إكس وين حتصير؟ على الواحد. قارن بين الأي أل أول قيمة خزناها إحنا مع موجود الإس أي بلس بي إكس. الاس اي بلس بي اكس راح ينتقل اللوكيشن الثاني الى 3. يقارن وياه جمب اف ليس اور ايكوال، روح للام اذا كانت هاي القيمه الثانيه اقل او تساوي. زين، روح الى اللوب اللي هو الام. الام شنو قايل لي؟ لوب الال. يرجع مرتله يعبر اذا لا خلي ما موجود بهذا اللوكيشن بالاي ال وارجع كمل اللوب. فدائما هنا ايش راح تصير؟ القيمة الصغرى راح تقعد لي بالاي ال. اوكي، اخير شيء وانا مخلص نفذ وصارت القيمة الصغيرة بالقيمة هذه بالاي ال، راح يجي شيء يسوي؟ راح يجي يحصلها باللوكيشن مالتنا وين؟ اللي هو اوفسيت مالت الداتا 2. اوكي، لهنا خلصت عندنا هذه التجربة السابقة. اذا عندكم سؤال او استفسار هذا البروسيجر هاي الدسكشن. شكرا جزيلا.